السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. اليوم بهذا الفيديو راح نحكي عن أربع ضياع مسلمة لازم الكل يحفظها ويعرف أماكنها. هاي إذا لزمك شي من وقت ما بتقطع الحدود التركية اليونانية لوقت ما بتوصل لكومنتيني، هاي أربع ضياع كل العالم بيدخلوا عليها وبيشتروا منها أغراض. هاي أربع ضياع مسلمة، بس قبل ما نحكي عليهم خلونا نرجع للبرنامج اللي حكينا عليه بالفيديو السابق بالجزء الأول على الشرح على الخريطة، اللي هو برنامج جوجل إيرث. حكينا فيه على البرنامج وحكينا فيه على كتير شغلات، بس ولكن في عالم ما بتعرف لسه عم تسأل عليه عن شغلات راح أحكيها بهذا الفيديو. البرنامج اللي بالنص خرائط جوجل هو موجود في كل جهاز، بكل موبايل موجود هذا البرنامج، لكن البرنامج اللي فوق مابس مي والبرنامج اللي تحت جوجل ايرث هن مو موجودين بكل جهاز، فانتو رح تنزلون هدول البرنامجين، انتو رح تنزلون. نفتح جوجل ايرث، مثل ما لكم شايفين اول ما فتح معي نشرح لكم عليه كلياته شو بتساوي كل شغلة. على اليسار من فوق في إشارة صغيرة عليها صورتي، هاي إنه أنا مفعل الإيميل تبع جوجل عليه، إنه مفعل أنا إيميل. جنبه مباشرة في إشارة مثل مسطرة صغيرة نكبس عليها، هاي مشان تحديد المسافة مثلا مثل هون لهون، عم حدش قد في مسافة طريق، شايفين عم يعطيني. وإذا كانت محل ما في مسافة كان مسكر مثل ما لكم شايفين، تحت على اليسار في مكتوب إضافة نقطة، شايفين شو راح يتغير؟ إغلاق الشكل هيك عم يعطيني هالمساحة كلها شقد مساحتها. طبعا هاي مشان حساب المساحة، مالنا شغل فيها نهائيا. من فوق على اليسار نعطيه بنكبسة، شايفين طلع منا، ونعطيه رجوع من تحت بيطلع منا. الإشارة اللي جنبها صايرة مثل المربع صغيرة وفيها خمس نقاط، هاي تاخدك على أماكن عشوائية في العالم هيك، يعني أماكن عشوائية مثل ما لكم شايفين، وين أخذني ما بعرف لوين الله أعلم، يعني بتكبسة بيعطيك أماكن عشوائية. واللي جنبها ما لكم كمان شغل فيها أبدا، هاي مشان تصفح. واللي جنبها هاي بحث، هون بتبحث عن أشياء، عن أسماء ضياع، أسماء أماكن للبحث. نرجع من تحت في اربع اشارات، اربع دوائر من تحت على اليسار، اربع دوائر. الدائرة الاولى بتعطيك موقعك، وين انت موقعك، مجرد ما تكبس عليها انا البرنامج ما لي يعطيه اذن لحتى ياخذ موقعي، فلذلك عم يعطيني انه ما لك حيعطيه اذن للبرنامج حتى يعطيك من الموقع. فانت لما تعطيه الاذن مجرد ما تكبسه راح ياخذك انت وين موجود في اي نقطة، تمام. الإشارة اللي تحت الزلمة مثل ما حكينا وقلت لكم عليها، شايفين وين في جوجل، وين مصور شارع، لما بتدخلوا على الشارع هذا هون الشارع مثلا مصوره جوجل، بتقدروا تدخلوا على الشارع وتتفرجوا على الشارع وكأنكم داخل الشارع. طبعا في نقاط، هلا هدول شارع مصور مثلا، في أوقات بيعطيك نقطة وحدة بس، يعني نقطة صغيرة. دقيقة لورجيكم مثال قبل ما نطلع، وين في نقاط، هون ما عم نلاقي نقاط، بيطلع لكم نقطة صغيرة كتير انه هون، يعني وين ما كان في نقطة ما عم لاقي. لاحظكم بالعادة بيطلعولي حتى هون ما في. المهم وين في نقطة او خط ازرق معناتها انتو هون تقدروا تدخلوا. انا بضغط هلا على الخط الازرق، شوفوا كيف راح ياخدني على الشارع ويفرجيني اياه كيف هو شكل الشارع. طبعا يا جماعة انا بحب نوه لكل العالم عشان تعرفوا، هلا جوجل فتح لي شكل هذا الشارع، شايفينه كيف،
احتمال انت لما ترجع على هذا الشارع وتمشي فيه تشوفه غير شكل، يعني تشوفه مثلا فيه اشجار، تشوفه طريق مقطوع، تشوفه غير شيء، فاحتمال يصير معك هذا الشيء. تمام، يكون هاي الصورة اخذها جوجل مثلا من السنة الماضية. تمام، يعني جوجل مثلا مو انه كل شهر راح ياخذ صورة جديدة للمكان، احتمال هذيك السنة اخر صورة اخذها من هذا المكان، احتمال لبين ما ياخذ صورة تانية يتغير شكل هذا المكان. تمام، فانت يعني ما راح يصير مع هذا الشيء، يعني 90% راح يكون نفس المكان بس، ولكن حط احتمال انه يكون هذا الطريق متغير شكله. تمام، شايفين؟ ممكن هلا هذا تشوفه انت كله زرع، لما تروح تلاقي ما في زرع مثلا، اخذين الزرع المزارعين وكذا. نرجع الزر الثالث من تحت على اليسار، الزر الثالث 3D حكينا عليه، بيحول لك الخريطة لشكل ثلاثي الأبعاد، تقدر تدخل فيها كيف ما بدك وتشوف الشوارع وكل شيء. السوق الآخر وحدة البوصلة، شايفين البوصلة؟ هاي البوصلة هلا نحن هون مثلا الشمال الجنوب الشرق غرب ما بنعرف كيف بنكبسها، فصار هيك الطريق نظامي، صار هيك الشمال شمال نظامي والجنوب جنوب، صار كل شيء نظامي، بيرجع لك بيصحح لك الاتجاهات. تمام، هاي انا حكيت لكم كل شيء عن هذا البرنامج، انتو بهذا البرنامج مجرد فقط راح تختاروا الطريق اللي راح تمشوا فيه فقط. تمام يا جماعة، تختاروا انتو من وين بدكم تمشوا، ولكن حفظ الطريق راح يكون على البرنامجين التانيين، جوجل مابس ومابس مي، هدوليك البرنامجين راح تحفظوا عليهم الطريق، لكن اختيار الطريق بيكون على هذا البرنامج، تختاروا البرنامج على هذا الطريق، تختاروا الطريق على هذا البرنامج. تمام، اخترنا نحن الطريق مثلا، راح نطلع من هون وندخل على خرائط جوجل. هون على خرائط جوجل مثل ما كنتم شايفين الخريطة بتختلف كتير، شايفين؟ انا هون حاطط مجرد نقاط للتجربة فقط. تمام، مثلا نحن راح نقطع النهر من هون، نمشي على هاي النقطة، هدول النقاط هيك بيسووهم الريبارية، بيمشوا هيك النقاط، مثلا هاي النقطة الأولى، بعدين راح نصل لهون، بعدين البعدة، بعدين من هون من هون. كيف أنا بدي أحط نقطة؟ بضغط على أي مكان ضغطة طويلة، مثل ما تكون شايفين تحت محطوط حفظ، بدخل على حفظ وبحط مثلا أي إشارة بدي إياها، خطط سفر كذا، أنت بإمكانك تحط قائمة جديدة وتحط أي إشارة بدك إياها، لكن أنا هدول الإشارات اللي بستخدمهم، بحط مثلا خطط للسفر، خطط السفر، وبحط أوكي، شايفين صار عليها إشارة. تمام، أنا مثلا بدي أمشي من هذا الطريق، طول الطريق مثلا كل 100 متر 200 متر أو 500 متر بحط نقطة عشان أمشي مع الطريق اللي أنا مخطط عليه مخطط له. تمام، مثلا أنا من هون رح أخلص النهر، شايفين صار نقطة، فهيك بتضلوا هيك بتحطوا نقاط لحد ما توصلوا للمكان اللي بدكم إياه، شايفين كيف؟ هداك البرنامج جوجل إيرث تختاروا عليه الطريق، وهون بتحفظوا الطريق، بتشوفوا هنيك من وين بدكم تمشوا، وهون كمان فيكم تحطوا تضغطوا، شايفين جنب القلب، شايفين في مربع صاير مستطيل، مربع صغير فوق البوصلة تماما، بضغط عليه، شايفين بحط قمر صناعي، بساوي لي مثل كأنه أنا فاتح جوجل إيرث تقريبا. تمام، بس ولكن جوجل إيرث بيعطيك دقة وصورة أوضح بكتير، شايفين هون مغبشة، هنيك بيعطيك إياها بدقة أكبر. تحفظوا هون الطريق شلون الإشارات بدكم إياهن، وكمان نفس الشي بتعملوا على مابس مي، تحفظوهن على البرنامجين، لأني احتمال تستعملوا هاد واحتمال تستعملوا هداك، احتمال تستعملوا جوجل مابس واحتمال تستعملوا مابس مي، يعني عالم تستخدموا الاثنين. تمام، نطلع هلا من هدول وراح نحكي على 4 ضياع. تمام، هلا نفترض نحن طلعنا من هون ووصلنا لهون، دخلنا لقلب الغابات ولقلب المنطقة الجبلية،
لنفترض رح نمشي هيك مثلا او هيك مثلا، نحن هون شايفين هاي اول ضيعة بتجيكن، هاي ليكا شايفينها سي والله سو سوفلي ما بعرف شو اسمها بالضبط. هاي اول ضيعة مسلمة والكل بينصح فيها. هدول اربع ضيع انا جايب لكم اسمائهم ومواقعهم، احفظوهم كتير منيح. هدول اذا لازمكم شي انقطعتوا من شي روحوا عليهم، شايفين مو بعيدة كتير على الحدود. طبعا احنا ما لازمنا شي بنكمل الطريق، لازمكم شي مثلا لبعد. هاي كمان الضيعة التانية شايفينها ميجا ديريو، هاي الضيعة التانية المسلمة والعالم تنصح فيها. طبعا فيها كنيسة بس، ولكن انا اخدها من عالم يعني واثقين من الشي اللي بيعطوني اياه، انه هاي الضيعة داخلين عليها وما فيها شي وما حدا بيبلغ عليك. انت رح تشتري الاغراض وتطلع مباشر، يعني ما رح تتخالط مع الناس. هاي الضيعة التانية شايفين موقعه واسمه عشان العالم تعرف. هاي موقع، هاي الضيعة الاولى وهي الضيعة الثانية وهي الضيعة الثالثة شايفينها فوق أريانا صايرة بكتير. طبعا مو ضروري انت اذا ما لازمك شي ما ضروري تروح الضيعة، يعني مو ضروري. هاي الضيعة الثالثة راغدة، هاي ضيعة راغدة شايفين فيها سوبر ماركت، فيها مسجد. هدول اربع ضيع، ضيعة مسلمة ومجربين ومعروفين ما ببلغوا على المهاجرين. وضيعة تركية يعني اغلبية السكان فيهم بيحكوا اللغة التركية. وضيعة فليرا هاي الضيعة الرابعة والأخيرة. طبعا يا جماعة ضيعة أريانا وينها، هاي أريانا. أريانا يا جماعة اللي ماله شغل فيها وبده يكمل مشي تمام، فلا يقرب عليها ولا يدخلها نهائيا، أنا هيك بنصح العالم. أما إذا أنت لا مثلا متفق مع سيارة بدك تاخدك من أريانا، فخليك تصل انت مع السيارة، يعني ما تصل مثلا انت او قبل او كذا. يعني البركتك بالضيعة هاي يعني في عليها العين من البوليس الكوماندوس كتير، فديروا بالكم. اللي هون مثلا اللي متفق مع سيارة يدخل على الضيعة، ولا اللي بده يكمل مشي خلاص يكمل مشي ما له علاقة. تمام، هدول اربع ضياع شايفين اشاراتهم. هاي هون اريانا، اللي ما له شغل باريانا بيكمل مشي على كومنتيني، واللي ما بده مثلا يطلع بباص او شي بيكمل على اكسانسي وبعدها على كافالا وبعدها لسالونيك. طبعا كتير من العالم، كتير من العالم بالنسبة لضيعة هاي صار ولاية تقريبا ما بعرف او مقاطعة شو بقولولها كافالا. بنصح اللي بده يجي على كافالا يتفق مع مهرب، المهرب هو بيدبر لك تيكت باص لأسينا او لسالونيك. هو يعني متفق مع اشخاص بقلب محطة الباصات وهو بياخدك بيقطعلك تيكت وبيطالعك تمام. فاللي بيجي على كافالا وبده يقطع بتيكت يعني انا مثل ما حكيت من قبل تعلم لك كم كلمة يونانية عشان تقدر تخلص حالك. في ناس بيكملوا ماشي كل الطريق يعني. اما لكافالا انا بظن انه صار الوضع كويس وما في شيء، تاخذ باص لأسينا. طبعا العالم اللي عم تسال يا جماعه كل شيء وين سالونيك، كل شيء موجود بسالونيك وقبل سالونيك اذا كمشتك الشرطه كما شكل الكوماندوس راح ترجع لتركيا. اما انت اذا كنت باسينا، هاي اسينا، اما انت اذا كنت باسينا فما في ترجيع على تركيا تمام. بيعطوك خارطية، انا هذا اللي بعرفه يا جماعة تمام. وهذا الفيديو كان اساس الفيديو كله على اربع ضياع لازم تحفظوها كتير منيح. هدول اللي لازم اغراض بيدخل عليهم وبيشتري منهم. طبعا في غير محلات يعني نقاط آمنة للشراء بس، ولكن هدول ضيع مسلمة ومجربين تمام. والسلام عليكم.